أجدد الترحاب بكم صغاري، فلنتابع الدرس. الوضعية التواصلية: أستمع لغيفة تستقبل وترحب ثم أحاكيها. غيفة ترحب بليليا: أهلا وسهلا ليليا، تفضلي. شكرا. غيفة تستقبل ضيوفا: مرحبا، يسعدني حضوركما. شكرا، بارك الله فيك. غيثة تستقبل مسافرا: حمدا لله على سلامتك. شكرا، حفظك الله. سأعيد. غيثة ترحب بليليا: أهلا وسهلا ليليا، تفضلي. شكرا. غيثة تستقبل ضيوفا: مرحبا، يسعدني حضوركما. شكرا، بارك الله فيك. غيثة تستقبل مسافرا: حمدا لله على سلامتك. شكرا، حفظك الله. والآن سننتقل إلى الأنشطة التطبيقية. السؤال الأول: ماذا قالت غيثة للترحيب بليليا؟ السؤال الثاني: بما ردت عليها؟ السؤال الثالث: ماذا قالت غيثة لما استقبلت الضيوف؟ السؤال الرابع: بما ردوا عليها؟ والسؤال الأخير: وماذا قالت حينما استقبلت المسافر؟ هيا ركزوا جيدا. مع السلامة، العبوا وامرحوا، ولكن حددوا وقت الجد. Just